is heavily involved. Malik Maas, this is the danger for Japan. Maas again, pass one to Fenner. كفو يا عيالنا يا زمرنا وانت الهدد اليوم ما يعنى ولد والفوز ما عنده مصد وتمها يخطابنا من قبلي نرفع كوسنا حنا رفعنا روسنا لنا نعز انفوسنا لنفوسنا وحنا ارض السعودي لهزمة فخمة عزة وانتمة نسمي دارها بردمة يا زمع عيالنا بكر الله الحي الاحد مصروف يا اغلى بلد تبقى فخر لجياننا دون الوطن وحدودنا صفى صفوف جنودنا خير الملوك يقودنا والنصر دايما ابو فهد ابو فهد ورده ولا تنعهد ما بخوف وقت وجهد نظالهم افضالنا فخر البلاد وعزها هج الخصوم وهزها ويك وطننا رزها وفت بروس جمالنا يا حلو لعب المنتخب ابداع وابداع تعلقت فيها العرب واحنا مانا وما لنا يا سعودي افرح وافتخر انت القطر واحوال فخر وقدر الله امر ادوارنا باقوالنا يا الاخضر المطوله جمعاته واهله واللعب السهم جيله وانتم كفو يا عيالنا يا زمرنا وقت الهدد اليوم ما يعنى ولد والفوز ما عنده مصد وجمعها يبطلنا قبلنا رفع كوسنا حنا رفعنا روسنا لنا نعز انفوسنا بنفوسنا وحنا ارض السعودي يا سما فخمة عزة وانتمة نسمي دارها بالدمع يا زمع عيالنا باذن الله الحي الاحد مصروف يا اغلى بلد حنا معك روح وجسد تبقى فخر لجيالنا دون الوطن وحدودنا صفى صفوف جنودنا خير الملوك يقودنا والنصر دايما